إذن مشاهدينا الكرام، نحن متواجدين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بانتظار وصول راعي الحفل سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى، ليشمل برعايته الكريمة افتتاح مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، وأيضا اجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. يسعدني في هذه التغطية الخاصة أن أرحب بضيفي في الاستديو للحديث عن معرض كيتكوم 2019، الأستاذة نور ابراهيم شهداد، مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالإنابة بوزارة المواصلات والاتصالات. حياك الله معنا أستاذة نور، شكرا لك على تواجدك اليوم. شكرا جزيلا أستاذة. يعني بداية، أبرز المواضيع المطروحة في النسخة الخامسة من كيتكوم 2019؟ طبعا من بين المواضيع اللي شاملينها في هذه النسخة من كيتكوم 2019 العديد من المواضيع الخاصة بالمدن الذكية والأمور الخاصة بالأمن السيبراني ومثل هالأمور. شعار هذه السنة عبارة عن مدن آمنة وذكية، فتقدر تستشف من طبعا من خلال هذا الشعار ان المواضيع اللي راح تناقش خلال سواء المؤتمر او اللي راح تشوفونها في أجنحة الجهات اللي مشاركة عندنا في المعرض كلها ذات علاقة بهالموضوع. زين، احنا نتكلم شوي عن تاريخ كيتكوم، يعني هذه النسخة الخامسة من كيتكوم. كيتكوم له تاريخ كبير في يعني دولة قطر، خصوصا ان النسخة السابقة بعد كانت في دولة قطر وفي نفس الموقع هذا. سنة عن سنة الموضوع قاعد يتجدد ويتطور وياخذ حيز كبير من الإعلام، لدرجة ان الموضوع وصل في هالسنة الى التواجد العالمي اكثر في دولة قطر. زين، هل يعني هناك فرق كبير في النسخة هالسنة 2019؟ أكيد النسخة هذه بالذات طبعا تعتبر نسخة عالمية، المساحة اللي ماخذينها للحدث بشكل كبير تقريبا تقدر ب 25 ألف متر مربع، فيها عدد كبير من المشاركات الخاصة بدول دول مختلفة مثل سلطنة عمان، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة وغيرها من الدول. طبعا عندنا الكثير من الأنشطة المختلفة من دول مختلفة حول العالم، فنوعا ما خلينا نقول هذه نسخة متميزة. بالإضافة إلى ذلك فيرافقها على هامش هذا الحدث عندنا مؤتمر المجموعة الأساسية مثل ما ذكرت حضرتك قبل شوي، بالإضافة إلى مؤتمر إكسبو الدوحة للمدن الذكية. زين، احنا بس عشان نعرف الناس أكثر عن كيتكوم، كيتكوم هو معرض ومؤتمر يهتم ويختص في الأمن السيبراني وأيضا أحدث التقنيات في قطاعات مختلفة في الدولة، خصوصا قطاع النقل، قطاع المواصلات. صحيح، هل في أمور أخرى يتطرق لها كيتكوم؟ طبعا بالنسبة لكيتكوم مثل ما ذكرت هو يناقش أحدث التقنيات اللي صايرة في العالم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وهالأمور. نلقى طبعا من خلال مشاركات الشركات المختلفة والجهات المختلفة كلها قاعدة تشتغل وتظهر آخر تكنولوجيات اللي موجودة عندنا في الوقت الحالي من ناحية التكنولوجيات الذكية الأمنية سواء في مجال الأمن السيبراني أو الأمن بشكل عام. وهالشيء أكيد يعني راح يستشفونه زوار المعرض إذا جونا وزوار أيضا المؤتمر. طيب، يعني ذكرتي تفضلتي قبل شوي وذكرتي إكسبو الدوحة للمدن الذكية، لو في يعني تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. بالنسبة لإكسبو الدوحة فتنظمه فيرا دي برشلونة، وهذه تعتبر النسخة مثل ما نقدر نقول اللي هو حصرية لدولة قطر. راح تتكلم بشكل عام عن المدن الذكية، الأمن في المدن الذكية، تأثير التكنولوجيات على المدن الذكية، وطبعا مستضيفين من خلالها أكثر مما يقارب أو أكثر من 70 متحدث من حول العالم، طبعا في من بينهم المحليين وفي من بينهم المتحدثين من أنحاء العالم، بالإضافة إلى أن عندنا مجموعة من الوزراء إن شاء الله اللي راح يحضرون وراح تكون عندهم حلقات نقاشية أيضا خلال المؤتمر. زين، نتكلم شوية تفاصيل أكثر عن المعرض، عدد الجهات المشاركة، من هم هذه الجهات؟ هل هي محلية أو جهات عالمية أيضا؟
عندنا طبعاً المشاركات زادت تقريباً عن 400 مشاركة هالعام، ما بين مشاركات محلية ومشاركات دولية، في من بينها طبعاً الجهات الحكومية سواء من داخل قطر أو من الخارج، بالإضافة إلى الشركات العالمية اللي من حول العالم واللي مهتمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أزين، شنو اللي بنشوفه جديد هالسنة في المعرض؟ كجهات خلينا نقول ما شاركت أو تشارك لأول مرة. بصراحة ما ودي أحرق الموضوع على الجمهور، أنا ودي الجمهور يجون ويشوفون الأشياء الجديدة. عندنا طبعا في أشياء كثيرة صراحة، يعني ما ودي أني أنا أتكلم وأنسى شيء، لكن طبعا عندنا في مجال الروبوتكس عندنا أشياء، في مجال الإنترنت الأشياء عندنا أشياء طبعا جديدة راح تعرضها بعض الشركات وبعض الجهات، استخدام أجهزة التحكم الذاتي وهالأمور، التكنولوجيات المساعدة لذوي الإعاقة، كل هالأمور موجودة عندنا في المعرض، ممكن للزوار يزورونا ويتفضلون عندنا ويشوفونها. دائما احنا مستمرين معك اختي نور في هذه التغطية، لكن مشاهدينا الكرام في الى جانب كيتكوم 2019 هناك مؤتمر ميونخ للأمن، هو الحدث الذي سيجمع ممثلين رفيعي المستوى عن حكومات ومؤسسات دولية وأعمال تجارية وأوساط أكاديمية وعسكرية لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي والعالمي. نشوف معكم هذا التقرير. تأكيدا على مكانتها المتميزة في الساحة الدولية، عززت دولة قطر الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بمؤتمر ميونخ للأمن، ومثل حضورها ضيفا رئيسا على نسخة 54 العام 2018، وإلقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى كلمة أمام المشاركين فيها أثناء الجلسة الافتتاحية، مثل منطلقا جديدا يفتح أبواب التعاون بين الجانبين على أفاق أوسع. وقد تم تأسيس هذا المؤتمر العام 1963 على يد باحثين ألمان ليتطور عبر السنوات ويصبح أكبر منصة عالمية مكرسة للحوار في شؤون الأمن والسلام، يحضرها سنويا زعماء وصناع قرار من كافة دول العالم للمشاركة في عشرات حلقات النقاش المخصصة لبحث التحديات الأمنية الكبرى التي تتهدد الإنسانية. وتأتي أهمية هذه الشراكة في وقت تدعو فيه دولة قطر من كل المنابر إلى الحوار لدعم الاستقرار وتكريس التعاون الدولي الفعال في مواجهة خطر الإرهاب الذي يلقي بظلاله على العالم بأسره. وقد مثل مؤتمر ميونخ للأمن منصة مهمة لطرح وجهة نظر دولة قطر التي تدعو إلى معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة والتي تتجاوز التطرف الديني إلى الحوكمة، حيث يمثل فشل بعض الدول في تلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبها ولجوء بعض الأنظمة القمعية إلى استخدام الطائفية للسيطرة على مجتمعاتها خطرين على الاستقرار الإقليمي والعالمي أيضا. وكان مؤتمر ميونخ للأمن في دورته 55 حذر المجموعة الدولية من مستقبل أكثر عدائية في ضوء المنافسة المتزايدة بين القوى العالمية الكبرى والتطلعات الاستراتيجية لهذه الدول والحاجة إلى الحفاظ على النظام العالمي الليبرالي. ويأتي تنظيم اجتماعات الأساسية في الدوحة بالتوازي مع النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر كيتكوم الدولي الذي ينعقد تحت شعار مدن ذكية وآمنة، ليؤكد حرص دولة قطر على دعم التطور التكنولوجي لخدمة الأمن وتعزيز الرفاه. عودي لضيفتي في الاستديو الأستاذة نور. أستاذة نور، يعني هل هناك مواضيع حصرية تنفرد أو قطاعات حصرية راح نشوفها في معرض كيتكوم هي مشاركة لأول سنة، خصوصا من ناحية التقنيات المستخدمة، من ناحية المعدات اللي أحضروها معهم؟ طبعا أكيد إحنا مثل ما ذكرنا في هالنسخة إحنا يمكن شوي متوسعين بشكل أكبر، نطمح للعالمية فيها طبعا من خلال مشاركة الدول المختلفة. فعندنا طبعا مجموعة الدول اللي موجودة راح تعرض جميع التقنيات اللي موجودة عندها بحيث أن نستفيد منها داخليا، وممكن أن حتى الجمهور يطلع عليها ويعرف شن هي أحدث التكنولوجيات الموجودة من حول العالم. بالإضافة إلى هالشيء طبعا إحنا يمكن أنا غفلت عن هالموضوع قبل شوي، بس عندنا تحفيز ريادة الأعمال أيضا. جميل. وهذه جزء مهتمين فيه حاليا، طبعا كنا مهتمين فيه بشكل كبير في النسخ السابقة، لكن في هالنسخة عندنا مجموعة كبيرة من رواد الأعمال اللي راح يعرضون خدماتهم وتقنياتهم اللي موجودة. عندنا أيضا مسرح الإبداع اللي من خلاله بعد راح يقومون رواد الأعمال بعرض أعمالهم.
بالإضافة إلى أن في عندنا بعض المسابقات الخاصة برواد الأعمال بغرض طبعا تحفيزهم والحرص على أنهم يكونون مشاركين طبعا في سوق الأعمال بشكل عام. أمزين. خلينا نقول أو يعني نتناقش عن موضوع أين تصنف دولة قطر حاليا في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والتقنيات على مستوى العالم حاليا؟ طبعا بالنسبة لدولة قطر تعتبر من الدول الرائدة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. نقدر نقول أن احنا أول دولة أطلقت خدمة الجيل الخامس للاتصالات 5G من خلال طبعا شركات الاتصالات اللي موجودة في قطر، وتم عمل أيضا أول اتصال بتقنية 5G أو الجيل الخامس من قطر. فهذه يمكن جزء بسيط من التطور اللي حاصل في دولة قطر. ما نقدر ننسى أيضا الاستراتيجيات اللي موجودة عندنا في القطاع الخاصة بالأمن السيبراني والمدن الذكية، وهذه كلها طبعا على أساس أن سواء وزارة المواصلات أو دولة قطر كلهم يحرصون أنهم يكونون في مصاف الدول العالمية والمتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات. نعم. طيب بخصوص الأجنحة المشاركة في معرض كيتكوم، يعني هل هي مقتصرة فقط على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولكن راح نشوف مثلا مجالات متعددة منها؟ خلينا نتكلم مثلا عن الأمن السيبراني وال يعني قطاع التعليم مثلا، قطاع الاقتصاد كذي. يعني عندنا عدد كبير طبعا من الجهات اللي مشاركة في المعرض، من بينها الوزارات اللي تحت مظلة حكومة قطر الرقمية، واللي راح تعرض جميع الخدمات الرقمية اللي معروضة طبعا للجمهور واللي يقدر الجمهور يستخدمها بشكل يومي، من خلال طبعا واللي من شأنها أيضا أن هي تسهل عملية تواصل الجمهور استكمال المعاملات وما إلى ذلك. بالإضافة إلى عندنا مثل ما ذكرت يمكن في سؤال في جوابي السابق بخصوص التكنولوجيا المساعدة اللي موجودة اللي احنا نقدمها لذوي الإعاقة، فهذه أيضا من بين الأمور اللي احنا نقدمها بشكل كبير لذوي الإعاقة. عندنا شركات الاتصالات راح تعرض جميع الخدمات الجديدة بالنسبة لها وما إلى ذلك. نعم. الأستاذة نور إبراهيم شهداد، مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالإنابة بوزارة المواصلات والاتصالات، احنا نقول يعطيك العافية ومشكور، واحنا ندري ان انت لازم تكوني متواجدة في الحفل، قواك الله ان شاء الله. شكرا. ومشاهدينا الكرام، ننتقل معاكم الى